فساتين التايجر بتعمل معاك شغل خالص 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 ولا ليها اي لازمه بالنسبه لي. ده بعد طلبوا عشان كل الفنانات لبسوا تايجر. والله يعني ربنا يعني يكون في عونهم. يكون في عونهم ولا في عونه هو ده؟ لا في عونهم هو. انت رايك ان فكره ان يعني شايف ازاي انهم ينزلوا بتاجر ده؟ في ناس بحجمه النهارده بتقول لك ده رخص وده مش عارف ايه، فانت شايف ده ازاي بصراحه؟ ما انت على صفحتك مش هتعديها انا عارف. ما شفتوش مش عايز اشوفه. مش عايز اشوفه. مش لا مش حلو. لا مش حلو ده صح. رخص التقليد في حد ذاته مش حلو اكيد. طيب عايز اعرف منك اكتر حاجه كده ضربت معاك السنه دي على صفحتك. 30 كوز لانشو طبعا. جهزتهم؟ انا عايز اصورهم. إيه؟ انا شايفهم جوه عندك تقريبا. لا غالبا هعملهم ديكور كده وتوزعهم. شايف ان ياسر جلال ورامز جلال نجاحهم لبسنا في ايهاب جلال؟ والله ممكن. تصدق فكره؟ احتمال يعني. لا كان نفسي في حسام حسن بصراحه. كان نفسي في حسام حسن هو اللي يدير المنتخب. ليه؟ اتربينا عليه يعني. انا حضرت كاس العالم 90 بقى واحنا صغيرين، وكابتن حسام حسن وكابتن ربيع ياسين وكابتن جوهر الله يرحمه، و يعني ذكريات جميله طبعا. يعني حسام حسن وابراهيم حسن وكابتن جوهري وبدر الرجب، و يعني بس الناس شايفه ان حسام عصبي شويه، فده بيدي روح صح. طاقة. يعني الطاقه عنده طاقه ايجابيه بيزق اللي قدام. الطاقه دي مهمه جدا. الطاقه دي كمان مهمه للي بيلعب، للحماس. يعني كابتن حسام حسن شعل الطاقه اكيد. كلمه عن ياسر جلال وكلمه عن رامز جلال. كمان جينا اتكلم معاه. ياسر جلال كنت عظيم، رامز جلال ربنا يهديك يا ابني. مين اللي نفسك تطلعه مع رامز ويتفحت الفحته دي؟ والله ولا يعني انا ما بحبش الشخص يطلع يتهزق يعني بصراحه. يعني وحتى لو كان ما بحبوش، ما بحبش اشوفه في الموقف ده. وده تصريح ان الفنانين اللي بيطلعوا بيتهزقوا يا جماعه. صح كده. عايز اقول لك حاجه. لو انت كتبتها هيقول لك اصل غيران انه ما طلعش. انا اتعرض عليا روح. فاهم؟ ورفضت ليه؟ طلبت اللي هيقولوا عليا في الاول. لا صح. ويتقال بالظبط وامضي على ده. صح. وطبعا رفض. ما فيش، ما اتكلمناش بعد كده. اكيد. عايز اقول لك نورتني. ربنا يخليك. واسعد حاجه في الدنيا ان ببقى معاك لقاء. والله حبيبي حبيبي. تسلم لي يا حبيبي. حبيبي شكرا.